الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان الله وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار سبحان الله سبحان الله سبحان الله
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟